حقيقة المعارضة ليست غريبة عنا ولسنا غرباء عنها. احنا الجينات ديالنا في الحقيقة هي جينات ديال المعارضة. 10 سنوات صحيح، 10 سنوات ديال التدبير الحكومي بما لها وبما عليها. الانتخابات ومخرجاتها ديال 2021 جعلتنا في موقع المعارضة. طبعا احنا في حزب العدالة والتنمية ما عندناش المعارضة الآلية الميكانيكية. حزب العدالة والتنمية هو من أبدع مصطلح المساندة النقدية مع الحكومة ديال عبد الرحمن اليوسفي، هو بعد ذلك من تحول إلى المعارضة الناصحة، لأن احنا ما عندناش سياسة سياسوية، نتكلم بمنطق المصلحة، مصلحة الوطن. ما يمكن أن تنجزه الحكومة وهو في مصلحة الوطن والمواطن نصفق له، وما يكون في غير صالحه نقف ضده. ولكن للأسف الشديد خلال هذه السنتين وهذه الفرصة اللي تعطت لهذه الحكومة من أجل على الأقل أن تظهر شيئا للمواطن، للأسف يبدو أنها لم تنجز ما كانت تعيد به المواطن، ولا يمكن أن تنجز شيئا في المستقبل. هو قدرنا أن نخرج من هذه الصدمة. أنا لا أخفيك، تقييمي الخاص وأن آثار هذه الصدمة لازالت مستمرة، لأن الذي وقع ليس بالأمر الهين، ماشي شي حاجة اللي سهلة، لأن واحد من 125 ل 13 نائب برلماني، هادشي كنهضر على الوزن الانتخابي، أما على مستوى الوزن السياسي كلام آخر. حزب العدالة والتنمية الآن هو البارز في المشهد، ولكن على المستوى الانتخابي كانت في الحقيقة صدمة قوية. صحيح نحاول أن نتجاوزها بالتواجد المستمر والدائم والإعلان المواقف تجاه كل القضايا المطروحة في الساحة والتفاعل معها بشكل مستمر. هو في الحقيقة الحزب حزب المؤسسات، الحزب حزب المؤسسات. صحيح الأشخاص لهم دور، لهم حضور، واحد بحال سعد الدين العثماني ماشي شي سهل، ولكن ما كنعتقدش الحزب العدالة والتنمية ما بقاش في حاجة لسعد الدين العثماني، هو في حاجة إليه، وسعد الدين العثماني هو في حد ذاته في حاجة إلى حزب العدالة والتنمية، لأنه من القيادة التاريخية التي بصمت بحضورها القوي والفعال. ربما هذا الأمر هذا فيه يمكن واحد المجموعة من المعطيات. أنا أعتقد أن سعد الدين العثماني مازال في حزب العدالة والتنمية وغيره من 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 القيادات، يمكن الحضور ديالهم خفت بواحد الشكل من الأشكال، ولكن ما يمكن لهم إلا يكونوا مع العدالة والتنمية وفي العدالة والتنمية. أولا هذا حديث سابق لأوانه، وحتى واحد ما يمكن يجزم أو أن يتخرص بهذا المفهوم هذا، كما جرى بعض الحديث في أن حزب العدالة والتنمية أعلن عن موعد مؤتمره من أجل أن يقطع مع مرحلة عبد الملك. هذا الشيء ما كاينش كاع، ما كاينش. وعبد الملك كيرا نقول لك هو الذي تحدث عن المؤتمر، هو اللي جل الأمانة العامة، هو اللي قنع الأمانة العامة ليس تحت أي ضغط ولا تحت أي إكره، قناعة تشكلت لدى القيادة الحزبية الحالية لدى الأمانة العامة فقررت ما قررته. والمؤتمر سيد نفسه، إن كان الحزب في حاجة إلى مستمرة إلى عبد الإله بن كيران سيعبر عنها في المؤتمر. هذا الشيء هذا ما لا شخصيا أنا عندي تقرب الوقت ونقول الرأي ديالي.